مرة شغفي الفانتسي ومرة حابة أكون سفيرة الفانتسي في السعودية، وكان من أهدافي في صناعة هذا الفيلم أنه يكون نموذج لكيف إحنا نقدر من ثقافتنا نطلع فانتسي، وهذا الفيلم يعني مقدمة عشان بعد كده نعمله فيتشر فيلم إن شاء الله. هذه إن شاء الله هذه الخطوة الجاية. أنا العقبات الوحيدة كانت أشياء تكنيكالز أكتر، يعني زي الكولر كوركشن وأشياء زي كده، بس باقي الأشياء كانت الحمد لله ميسرة بدعم من الفيلم العلا. قلنا ليش ما نخلي شيء صغير يحلم حلم مرة كبير ونشوف إذا تقدر تسويه ولا لا. تتوقع بتسويه؟ بالضبط، حتى أنا ورنيم كنا خايفين نبدأ أصلاً، يعني في بداية صناعة الأفلام، وكنا خايفين إنه نروح ونطلع ونسوي، بعدين تحدينا نفسنا وسوينا هذا الشيء.